دلوقتي هنروح ناخد حضراتكم كده في جولة لأهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات، زي مثلا احنا للسنة الثالثة على التوالي محافظة البحيرة بتحتل المركز الأول عربيا في مسابقة اللغة العربية الفصحى، وكمان تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لازدواج طريق الخارجة أسيوط، وأخبار تانية من محافظات أخرى. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث المهمة، كان أهمها أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أصدر قرار بمد مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان لحد آخر أجازة عيد الفطر يومياً من الساعة 2 صباحاً، وده مع استمرار خدمة التيكاوي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات. كمان نص القرار إن المواعيد دي مش هتخضع ليها محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران. في محافظة البحيرة أكد اللواء هشام أمن المحافظ دعمه ورعايته للطلبة والطالبات المتفوقين من أبناء المحافظة، وده بعد الإعلان عن فوز 3 طلاب من أبناء محافظة البحيرة بالمراكز الأولى على مستوى الوطن العربي والجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو ومسابقة القرآن الكريم. في محافظة الوادي الجديد أكد المحافظ اللواء محمد الزملوط البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لازدواج طريق الخارجة أسيوط، وده من الكيلو 30 وحتى الكيلو 60 من اتجاه مدخل مدينة الخارجة بطول 30 كيلو متر ضمن خطة ازدواج الطريق اللي بتنفذها هيئة الطرق في المحافظة بتكلفة 293 مليون جنيه. أما اللواء أشرف الداودي محافظ قنا فأكد أن مديرية الصحة والسكان في المحافظة نظمت 14 قافلة طبية مجانية من أول السنة، وده ضمن فعاليات القوافل الطبية اللي بتنظمها وزارة الصحة والسكان في كل التخصصات في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية. وبتستعد محافظة سوهاج لتشغيل مصنع تدوير المخلفات بدار السلام اللي مقام على مساحة 10 أفدنة ومعدل استقبال المخلفات الصلبة البلدية، وبيشتغل بطاقة تصميمية 20 طن في الساعة، ومتقسم لخط الفرز وإنتاج الوقود البديل وخط إنتاج السماد الناعم بالإضافة للمعدات المتحركة. والشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الأقصر أعلن افتتاح 5 مساجد، وده في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي اللي بتقوم بيه وزارة الأوقاف واحتفالاً بشهر رمضان المبارك.